تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا ريب أن وعد الله حق وصدق، ولكن متى تنهى الصلاة المسلمة عن الفحشاء والمنكر؟ تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر إذا جاء بها وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، بحيث صلاها في جماعة إذا كان إلى ذلك مستطيعا، وصلاها بخشوع بعد استعداد لأدائها، بحيث يسبغ طهارته ووضوءه ثم يتوجه إلى الله بقلب خاشع منيب. فإن هذه الصلاة التي يؤديها المسلم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى هي التي تصوغ حياته، وهي التي ترسم مسيره في هذه الحياة، ووفق ذلك يقيم علاقته مع ربه، ويقيم علاقته مع الخلق، ويقيم علاقته مع الخلق سواء أكان مع أبويه أو مع سائر قرابته أو مع عموم المسلمين. فالصلاة التي يؤديها الإنسان بقلب خاشع منيب إلى الله سبحانه وتعالى تكون دافعا للإنسان على توخي مرضاة الله سبحانه وتعالى في كل شأن من شؤونه، وفي كل فعل من أفعاله، وفي كل تصرف من تصرفاته. ولذلك كما قلت يصوغ حياته وفق هذه الصلاة التي ترسم له المسيرة الصحيحة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما تقدم آنفا، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن الصلاة بما لها من سلطان روحي على الإنسان فإنها تغير فيه فطرة وجبلة مذمومة، فتغيره إلى إنسان كامل فاضل يتخلى عن تلك الصفات المذمومة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالمصلون الذين يداومون على صلاتهم ويؤدونها وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن تلك الصفات المذمومة يستطيعون التغلب عليها وتكون لهم صفات كاملة بدلا من تلك الصفات المذمومة.